ما اهلا وسهلا ومرحبا بكم على كيتشن اميل تونيزيان. شنحويلكم ان شاء الله تكونوا بصحه وبخير، ان شاء الله تكونوا عديتوا عيد مزيان ملمومين مع العائله الكل، وان شاء الله ديما ملمومين في الخير، وان شاء الله ربي يحمينا الناس الكل. دونك اليوم نتلقاو في غوسيت جديد. الغوسيت نتاع اليوم باش نعمل انا مسمن مغربي، باش نعمله بطريقه سهله لاول مره الحقيقه، باش نجربه ونصوره على قناتي. ان شاء الله انتم زيدا يعجبكم، ان شاء الله تجربوه، حاجه بنينه برشا وما يفرقش برشا على على الملاوي نتاعنا، ولكن بطبيعة الحال ديما الطريقة في الـ في الـ في العجينة والكل تختلف شوية. دونك هذه هي الغوسيت نتاعنا اليوم، ان شاء الله تعجبكم الناس الكل، وان شاء الله انتم زادة كما قلت لكم تجربوها، حاجة بنينة سواء انا الحقيقة لفطور الصباح، وتنجموا زادة انتم تعملوها حتى مع كويستي حتى العشية زادة، تنجموا بعد تحطوها بالزبدة بالزيت بالمعجون باللي تحبوا انتم. دونك انا عندي هذه الكيس اللي ديما مستنسين بيه، دونك 100 مليليتر ماء دافي، يعني ماهوش سخون وماهوش بارد، ماء دافي. عندي هوني باش ناخذ قدر نص مغرفه هوني ملح، باش ناخذ هوني مغرفه صغيره خميره خبز هكا، معناها هكا شويه مش برشا الخميره تحفونا برشا، مش باش نخليوها تخمر والكل، اما باش تعطينا معناها من بعد كيما نقولوا كي نطلقوا الورقه نتاعنا تجي معانا. وهوني بطبيعه الحال بما انه ما عادش نستعمل السكر، دونك باش ناخذ مغرفه عسل. تنجموا نتوما تحطوا زاده في عوض ما تحطوا العسل كيفي، تنجموا تحطوا مغرفه سكر، وكان ما تحبوش السكر تحطوا مغرفه عسل. هو لا بسم الله، دونك خلطوهم مع بعضهم. انا هوني 100 غرام كيف كيف سميد، هوني سميد الدقيق، معناها هذيك سميد ارطب، الارطب على الاخر، ولا كيما تشوفوا نستعملوه ساعات في الخبز ونستعملوه زيادة حتى في الحلو. نخلطو ونلمدو بالفرينه نتاعنا. يا صغيرة تحبوا تعملوا ما أكثر، أو كديما في عوض تحطوا كاس ماء، حطوا زوز مثلا، ده 200 معناها مليليتر ماء، وعلى قد الماء نضيفوا بطبيعة الحال احنا زوز سميد أرطب، والباقي كيف كيف كيما تشوفوا توا قاعدين نلمدوا بالفرينة. العجينة ما يلزمهاش تكون طرية برشا، ما يلزمهاش تكون يابسة، متوسطة معناها. حطيت السلاجي نتاعي هوني دو كوتي، وبطبيعة الحال هكا باش نخدمها شوية. أنا قلت لكم كمية صغيرة هوني، بالنسبة للفرينة استعملت 150 غرام فرينة، لأنه السميد معناها كيما نقولوا احنا ديما نوعية السميد نتاعنا نوعية الفرينة نستعملوها. وبالنسبة للسميد دونك استعملت 100 غرام أكاهاو، دونك 100 غرام سميد و 150 غرام فرينة على 100 غرام على 100 مليليتر ماء بطبيعة الحال اللي حطيناه من اللول. دونك هكا ما نحاولوش نحلو برشا باش ما نقطعوش العجينة نتاعنا، جوست هكا شوية مش برشا على الخامة، لأنه باش نخليوها ربع ساعة ترتاح. فوالا توا باش نلف العجينة نتاعي ونخليها ربع ساعة ترتاح، ومن بعد نرجعوا مع بعضنا نكملوا المراحل نتاع الوصفة نتاع المسمن المغربي نتاعنا اليوم باي كيتشن أمال تونيزي. توا للعجينة نتاعنا نتاع المسمن كيما قلت لكم عملنا كمية صغيرة، عندنا هوني بسميد، سميد الرطب هذاك باش نستحقوا، خذيت هوني شوية زيت، وبالنسبة للزيت هوني باش نحط بطبيعة الحال شوية قدر نصف الكيس نتاع خميرة الحلويات، نخلطوا هوني بالباهي مع الزيت. عملنا كمية صغيرة لأنه الحقيقة ديما ماذا بيا أنا ديما نعمل شوية كي هكا، وكي نحب نزيد نزيد نعمل معناها نهار آخر. دونك هذا هو الزيت نتاعنا اللي خلطناه، فوالا العجينة نتاعنا كيما قلت لكم نخليوها ربع ساعة. نجي هنا الطبق نتاعي هكا، ناخذ الزيت
المجقة تاعنا وناخذ هكا بالكعبة. نحاولوا ديما هكا بالطول باش يجينا شكل مزيان، مش معناها مدورة هكا. فوالا نحلو هكا، حطيت بطبيعة الحال المقلة تاعي تسخن ولا الطاجين كما تحبوا. دونك توا هكا حلينا، وبعض الكعبات كما تحبوا انتم، ما تحبوهم كبار ولا صغار. دونك شنو ناخذ هوني بطبيعة الحال شويه اسميت، ناخذ هكا ديما نحط هكا شويه زيت لما الجهه الاخرى زيت كيف كيف، ناخذ هكا شويه اسميت. هوني نخليوها وناخذ الكعبة الأخرى كيف كيف بنفس الطريقة. كملنا توا باش ناخذ هوني بالكعبه بما انه الطاجين بتاعنا سخون، نجمو زيد نضيفو هوني شويه الزيت هذوكم باش نجمو نحلو بيهم. كيما قلت لكم انا عملت كميه صغيره، نجمو نتوما تعملوا الكميه اللي تحبوا عليها. نمشيو توا الطاجين، بسم الله ديما هكا نقلبو حتى لين يحمرو هكا بالباهي، وبعد فوالا نكملو الكعبات نتاعنا الكل. غوسيت ناجحة طحفونا برشا، دونك أول مرة نبارطاجيها معاكم، إن شاء الله تعجبكم أنتوما الناس الكل، إن شاء الله زادا تجربوها. تو بعد إن شاء الله نوريهولكم من داخل. نحضر الكعيبه الثانيه باش كي نخرج هذه ندخل نحط الاخرى فيسا فيسا. فوالا هكا
الكروسيت نتاعنا نتاع المسمن كملنا طيبناها كيما تشوفوا دونك فريمون بنا على بنا. نتمنى نتوما زاد كي حبيتوا تجربوا الغوسيت كيف كيف تخليوا لي التعليقات كيما ديما دونك مستنسين. حطيتوني شويه هذايا نتاع المعجون نتاع ولا المربى نتاع الفخازي انا ديما نعمله في الدار. حطيتوني شويه عسل وهاكا صغيرات شنو يحبوا. دونك حبيت اليوم بارتاجي معاكم الغوسيت هذه. في نهايه الفيديو ما تبقى لي كي باش نقول لكم في امان الله وبسلامه الناس الكل. بسلامه سلامة. ريحة باهية ما وهذيك نحبها نموت عليها معجونة صح يا عملتها.